كان لازم يبقى في موقف، كان لازم يبقى في دعم، لأن اللي أنا فيه ده بيخلي مروان يتأكد إن أنا ضعيف وإنه عنده القدرة إنه يتخطى أي حاجة لو كان عايز يعملها. تقصد إن أهل البيت الكبير اتأكدوا إن أنت ضعيف؟ للأسف محدش قدر يحقق أي حاجة من اللي إحنا عايزينها. محدش فاهم. البيت الكبير ده كان هو مشكلتنا في البلد اللي هو فيها. عارف ليه؟ لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوا أهله وناسه، وكانوا بيسمعوا كلام عبد الجواد الكبير في كل كبيرة وصغيرة طبعا، وكانوا بيرجعوا له دايما في أي حاجة قبل ما يعملوها ويتأكدوا إن كانت صح أو غلط. لكن عبد الجواد رفض إنه يتعامل معانا، وطبعا ده أخرنا كتير. عبد الحكيم بقى كان حاكم زمام أمور البلد كويس قوي، لأن الناس كلها كانت بتحبه وكانت ماشية وراه. حاولنا طبعا نهد قوته ونضعفه لكن فشلنا، وكان صعب جدا مع عبد الحكيم لأن أهل البلد كلهم كانوا بيحبوه وهو كان بيحترم جدا حبهم ليه. لحد ما جت الفرصة وأهل البيت الكبير بدأوا كلهم ياكلوا في بعض. وطبعا لما أهل البيت الكبير ياكلوا في بعض يبقى مهم جدا إن يبقى في حد موجود يشعل النار ينفخ فيها. وانت تأكدت ان البيت الكبير لما الضربة بتجيله من بره بيقوا اكتر، عرفتوا كمان ان الضربة لما بتجيله من جوه بيبقى عاجز ومش عارف يعمل ايه. ساعتها عبد الله الفلوس تروح، وطبعا عبد الحكيم هيرفض ان الارض تتباع او تتقسم، وبناء عليه يدب الخلاف بينهم. ولما يدب الخلاف بينهم انتوا قاعدين بره من بعيد تراقبوا وبس، لحد الدنيا ما تشعل اكتر. وفي الاخر بعتوا محرم، وبعد محرم مهدي، وبعد مهدي انا وعادل، مش كده؟ لو كان مروان وقع هو وحسن والبيت الكبير كنت انت بقيت الكبير. مش بس كده، كان هيبقى ليك نصيب في كل حاجة هتطلع من بطن الأرض. لكن للأسف محدش فيكو قدر يعمل أي حاجة من اللي احنا عايزينها. وأنا هنا النهاردة علشان أقولك إن أي تعامل هيتم بشكل كبير مش هيتم إلا مع حسن ومروان، لأنك فشلت في تحقيق اللي احنا عايزينه منك. يا ست الكل ما تقلقيش، كله هيبقى تمام وزي الفل. خير يا متر؟ ايه اللي حصل؟ شكلي هتحبس ثانية يا بت يا سامي. يا خرابي! يا ست الكل الموضوع بسيط، ده اجراء قانوني عادي جدا وبسيط. يعني احنا بمجرد ما النيابة تكتشف ان مفيش مشكلة عليكي هتخرجي على طول. نص كلامك اللي قلته جوه ده ما دخلش دماغي بتعريفه، شكلك كده هتجيب لي اعدام. لا 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 لا، اعدام ايه يا ست الكل؟ ده مجرد اتهام واحنا بننفيه، واول ما النيابه تتاكد ان مفيش دليل عليكي هتخرجي، انا هقدم طلب بنفسي للنيابه واخرجك. احنا كنا متفقين على جزء من الاتعاب. حاضر من عينيا، بس بقول لك ايه بقى، شد حيلك معانا وانا والله هدلعك. امسك. شكرا. شكرا يا متر. السلام عليكم. خالتي حبيبتي خدي بالك من نفسك وانا في ظهرك، ما تقلقيش. ربنا يسترها حبيبتي يا اختي، سبحان الله والدوام. انت بتقول يا مروان؟ لا مش هعمل كده، دي كانت رتال تموت فيها. اسمع اللي انا بقول لك عليه، لازم تعمل كده. عادل في دماغه ان انت مش هتروح. يا مروان انت عايزني احط البنزين جنب النار، دي رتال تموتها. وبعدين انا ما صدقت الدنيا تهدى. لازم تعمل ايه كده؟ ما ينفعش نعدي اللي حصل. اسمع اللي انا بقول لك عليه، انا عارف ان هعمل لك مشاكل كتير، بس انت هتعرف توزن الامور. الدنيا هتولع. اعمل انت الخطوه دي. مش يمكن ريم ما توافقش شيء، ولا لبنى توقف تقول مش هترجع؟ طب يبقى ايه لازمتها؟ لازمتها ان احنا نحط عادل قدام كلامه. ونشوف. خلينا ورا الكذاب لحد باب الدار. ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ هي دي. اشرب القهوة. تودينا في داهية.
يا زينب. ايوه. مروان فين؟ بيقول ان هو جايله ناس. اه وماله؟ اعملي لي شويه قهوه. حاضر. يلا عن اذنكم. الواد عامل ايه؟ مجالي بطني والله يا مرات عمي، عندي حموده طول الوقت ومش طايقه ريحه الاكل. حلو، تجيبي واد ان شاء الله. يا رب. اقعدي اقعدي اقعدي. اقول لك يا حبيبتي، القيش صالح بنعيمه، واسمعي كلام حسن، جوزك وبيحبك وعارف مصلحتك. وانا مش هسيبها يا مرات عمي. عايزه نسيب طربني يعني ولا ايه؟ لا، حدش قال نسيب طارو ابدا، بس انت خليكي بعيد عشان تفرح شويه وقلبك يتهنى ان شاء الله. احلى فنجان قهوه. اتفضل. تسلم يدك. بالك انت، احلى حاجه في القهوه ريحتها. صح. الله، مظبوطة. الهنا. بالكم يا بنات، ما كنت صغيرة كسيت أم أبويا تخبز الفجر. تعمل إيه قبل ما تخبز؟ تروح تجيبني من فرشتي من شعري. قومي يا بنت اقعدي جاري. أقول لها ليه يا ست؟ عايزة أنام وأنا عيلة صغيرة. تقولي لا اقعدي جاري. ليه يا ست؟ تقولي اتعلمي. هتعلمي ايه يا ست؟ تقولي اتعلمي اللي بعمله وخلاص. اقعد جارها وانا ببكي وعايزه انام وبردانه ونعسانه. كل ما تلاقيني سقطت كده عملت راسي اجي اصغدني. قومي بتخبزي. اخبز وانا ما قدراش قد صغيره كده. واقعد جارها واول رغيف سخن يطلع من الفرن تديهول اكله. طعمه حلو عسل. لغايه ما اتعلم أقعد جارها تزغدني أبكي تعبانة، بس في الآخر هاخد من يدها رغيف سخن وبحلو يبسطني. تعلموا يا بنات، هي الدنيا كده، تاخد منا حاجة تزغدنا توجعنا، بس بترجع تدينا وربنا يرضينا. أخذ منكم الغالي الله يرحمه، بس ادالكم ايه؟ ادى لكل واحدة فيكم راجل، راجل زين يحبها ويخاف عليها، وكمان ان شاء الله هيعوض عليكم بالخير. بس اصبروا واسمعوا كلام رجالتكم، هما بيحبوكم. فاهمين يا بنات؟ فاهمين يا بنات؟ فاهمة مرات عمي، فاهمة. زين 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 زين.